بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا هي المانديبولار ميجر كونكتر. احنا تكلمنا عن الماكسيلري ميجر كونكتر، وهسه راح نبدي نتكلم عن المانديبولار ميجر كونكتر والتايبس مالته. مانديبولار ميجر كونكتر there is a special structure requirement for the mandibular major connector. هنا اكو بعض الفروقات بين المانديبولار والماكسيلري ميجر كونكتر. اذا تتذكرون بالماكسيلري ميجر كونكتر قلنا ما نسوي ريليف، بينما بالمانديبولار ميجر كونكتر ريليف must be routinely provided between a mandibular major connector and the underlying soft tissue. Why؟ ليش نسوي هذا الريليف بالمندبل؟ ليش؟ وخصوصا بكلاس 1. بكلاس 1 وكلاس 2 راح يصير عندنا روتيشن بالدنشر during function. من هذا الروتيشن راح يسوي لنا تروما للأندرلاينج سوفت تيشو. لما نسوي الريليف between the partial denture and the soft tissue we try to make the trauma less to the to the delicate soft tissue in this area. For an entirely to supported processes little or no relief. لما عندنا class 3 معناته هو to supported، مو to tissue supported مثل class 1 و class 2. In this case we need little or no relief. كل ما كانت المسافة صغيرة كل مثل class 3 we don't need to do relief لأن ما عندنا rotation رح يصير بالدنشر. بينما بكلاس 1 وكلاس 2 اللي نتوقع انه يصير rotation around the fulcrum line we need to make relief between the denture and the underlying soft tissue. Relief prevent the margin of the major connector from lacerating the sensitive lingual mucosa as a result of this movement. هاي هي اللي شرحت دا اشرح لكم اياها ودا اقول لكم انه يصير عندنا rotation بكلاس 1 وكلاس 2 around the fulcrum line، فلذلك لازم نسوي relief between the denture and the underlying delicate soft tissue. It is important to note that bead line also the bead line اللي كان لازم نسويه بالأبر هنا we don't need to do beading line اللي هو عبارة عن خط يرسم على البوردر مال الميجر كونكتر. إذا تتذكروا بآخر سلايد بالمحاضرة السابقة هنا بالمانديبولار ميجر كونكتر ما راح نحتاج نسوي البيدينج لاين. هاي هنا عندنا 6 تايب اوف مانديبولار ميجر كونكتر: لينجوال بار، لينجو بليت، سب لينجوال بار، لينجوال بار وذ سنجل امبار او يصحوا له كونتينيوس بار، سنجل امبار كونتينيوس بار فقط، والليبيال بار. راح ناخذ واحد واحد. اول واحد هو اللينجوال بار، طبعا هو اغلبهن متشابهات، لازم نعرف الكاركترستيك مال اول واحد تقريبا راح نشوف شنو الموديفيكيشن بالاذر تايبس. عندنا اول واحد اللينجوال بار، شنو الكاركترستيك اند لوكيشن؟ هو يكون على شكل هالف بير شيب، على شكل نصف كمثرة. البلكيست بورشن يكون للاسفل للانفيرير سايد، والتيبرد بورشن يكون توارد ذا تيث. لازم عندنا مسافة بين الـ superior border والجنجايفال مارجن at least 4 مليمتر، وهو الثيكنس مالته اللينث مالته هو 4 مليمتر. فمعناته ولما نحتاج لما نريد نستعمل هذا التايب لازم عندنا على الأقل 8 مليمتر space between the gingival margin and the floor of the mouth. إذن هذا الشيب مالته يكون half pear shaped نصف كم مثرة، البلكيس بورشن يكون inferiorly، السوبيريور بورشن يكون tapered with the soft tissue. لازم أني I have space
about 4 مليمتر at least. طبعا كل ما يكون اكثر كل ما افضل، كل ما افضل. هنا هاي السبيس لازم تكون على الاقل 4 مليمتر بين السوبيريور بوردر وبين الجنجيفال مارجن. واي ليش احتاج اني هاي ال هاي السبيس بيناتهم؟ اول شيء حتى لا يصير عندي تروما للجنجيفال مارجن فروم ذا بوردر. سكند انه اني عندي enough space for easy cleaning حتى المريض بسهولة ينظف، ما يصير عندي accumulation of food and bacteria and caries بعدين راح يصير and extraction of the tooth later on. فاذا اني لازم I have enough space between the superior border of the partial denture and the gingival margin. اذا half pear shaped with bulkiest portion inferiorly located, superior border look tapered to a soft tissue. حتى ليش tapered to the soft tissue؟ حتى تكون ما تتحسس باللسان، اللسان لان بهاي المنطقة حتى ما يتحسس بها اللسان. superior border located at least 4 millimeter inferior to gingival margin and more if possible. هاي حكيناها. inferior border located at the a certain height of the alveolar lingual sulcus when the patient tongue is slightly elevated. شلون اني اقيس هاي المسافة منا لهنا؟ لازم على الاقل عندي مسافة من الجنجيفال مارجن للفلور اوف ذا ماوث ات ليست 8 مليمتر. شلون احددها؟ لما البيشنت يرفع التنج مالته وي تاتش ذا فيرميليان بوردر اوف ذا ابر ليب، هاي المسافة اللي راح تبقى لي بين الفلور اوف ذا ماوث اند جنجيفال مارجن ات ليست لازم تكون 8 مليمتر، 4 مليمتر سبيس، و 4 مليمتر هو اللينث مال الميجر كونكتر. What are the indication for use? The lingual bar should be used where sufficient space exists between the lingual gingival margin and the floor of the mouth equal or exceed 8 millimeter. شنو الكونترا indication for this type؟ لما تكون عندنا المسافة from the floor of the mouth للجنجيفال مارجن أقل من 8 مليمتر I can't use this type of mandibular major connector، لازم أستعمل another type اللي راح نحكيها فيما بعد. فإذا أول contra indication لما تكون عندي المسافة من the floor of the mouth للجنجيفال مارجن less than 8 مليمتر I can't use this type of major connector. الكونترا انديكيشن الثاني presence of mandibular tori. هاي المانديبولار تورراي اللي قلت لكم يكون الموقع مالتها باللينجوال سيرفيس بين البريمولر تيث الفيرست والسكند. واذا كانت سيرجيكال وي كانت دو سيرجري سيرجيكال ريموفال فور ذس تورراي فما راح نقدر نستعمل ذس تايب. بس اذا كان وي كان دو سيرجيكال ريموفال فور ذا مانديبولار تورراي also after surgery we can use this type. A presence of mandibular tori that cannot be surgically removed. A presence of high lingual frenum. هنا اكو lingual frenum. If I have high مرات نشوف high lingual frenum وتكون very strong frenum. We can't use this type of mandibular major connector. إذن صار عندنا indication وصار عندنا contraindication for this type of mandibular major connector. بس طبعا هو this type هو mostly used type. هذا إذا تلاحظون الشكل مالته تشوف السبيس هنا نقيسها 4 مليمتر بين السوبيريور بوردر والجنجيفال مارجن تكون على شكل هالف يعني على شكل نصف كم مثرة البلكيس بورشن للأسفل وشلوفوا شون تيبرد ويا السوفت تشو. هذا 4 مليمتر لللينث و 4 مليمتر للسبيس فإذا يكون لازم I have 4 مليمتر. هذا التايب الثاني، هذا التايب الثاني راح نحكي عنه بعد شوية. هسه النوع الثاني اللي هو يصيحوا له لينجو بليت
lingoplate mandibular major connector. هنا إذا تلاحظون هذا الشيب مالته. أعتذر صارت خربطة بالسلايدات. هذا اللينجو بليت. الانفيريور بوردر مالته راح يكون ذا سيم از ذا لينجوال بار. ايضا يكون البلكيست بورشن مالته اللي باتجاه الفلور اوف ذا ماوث، والسيبيريور بوردر ايضا يكون تيبرد، لكن راح يصعد يمتد الى السنجلم اوف ذا انتيريور تيث او اللينجوال سيرفيس اوف ذا بوستيريور تيث. اوكي، اذا هنا اذا تلاحظون صار مثل البليت، صح ولا لينجو بليت، تجاوز الجنجفة وصعد الى السنجلم. اوكي، ايذر السنجلم اوف ذا انتيريور تيث او يكون على اللينجوال سيرفيس اوف ذا بوستيريور تيث. شنو الكاركترستيك؟ ايضا يكون على شكل هالف بير شيب with the bulkiest portion inferiorly located. Thin metal prone، هذا هو المتال برون، هذا اللي ده يكمل يصعد باتجاه السنجلم. Extending superiorly to contact cingula of the anterior teeth and lingual surface of the involved posterior teeth at their height of contour. يعني شنو الهايت اوف كونتور؟ طبعا هنا يكون امتداده لحد السيرفي لاين على البوستيريور تيث. على الانتيريور راح يصعد الى السنجلم، راح ياخذ هذا السكالوب شيب. شنو السكالوب شيب؟ هو طبعا احنا مو عندنا انتر بروكسيمال اريا، فراح يدخل هو يدخل بالانتر بروكسيمال اريا ياخذ السكالوب شيب مال الانتر بروكسيمال اريا. فهاي هالطعجات يصحوا لها السكالوب contour or scalloped shape. هنا ايضا apron extended interproximally to the height of contact point. عندنا ال height of contact، هنا اكو ال height of contact، هي شنو ال contact اللي دا تصير between the teeth، between two adjacent teeth، يصحوا لها interproximal contact between two adjacent teeth. هذا البرون راح يصعد هنا، ده تلاحظون شلون ده يصعد، يصعد باتجاه الى حد الى الكونتاكت اريا between the two adjacent teeth، ولذلك راح ياخذ السكالوبد شيب لان ده يدخل بالانتر بروكسيمال اريا. طبعا البروكسيمال اريا هو ما راح يدخل الى نهايته، راح يصير عندنا بلوك اوت بهاي المنطقه، فبس يفوت بين الاسنان بالانتر بروكسيمال اريا، ويكون النهاية مالته هو بالكونتاكت بوينت بين ذا تيث. أبرون اكستندد انتر بروكسيمالي تو ذا هايت اوف كونتاكت بوينت، هاي حكيناها. سكالوبد كونتور اوف أبرون از ديكتيتد باي انتر بروكسيمال بلوك اوت، احنا دا نسوي بلوك اوت لكن دا يفوت بتوين بالانتر بروكسيمال اريا، فراح ياخذ لنا هذا السكالوبد شيب. سوبيريور بوردر فينيش تو كونتينوس بلين وذ كونتاكت تيث. هنا اذا تلاحظون السوبيريور بوردر هذا مو قلنا دا يفوت انتر بروكسيمالي وحد ويا الكونتاكت بوينت، السوبيريور بوردر اللي هو هذا ايضا يكون حدوده with الكونتاكت بوينت، الكونتاكت بوينت between the teeth. inferior border at the ascertained height of the alveolar lingual sulcus when the patient tongue is slightly elevated. also from the inferior border شنو اللي راح، طبعا هو قلنا البلكيست بورشن نفس اللينجوال بار انه inferiorly، شنو اللي يحدد لي الهايت مالته؟ هو لما البيشنت يصعد التنك مالته ويطخ الشفة العليا، هاي اللي راح أقيسها وهي اللي تحدد لي الطول مالته. It is important to note that an anterior lingual plate
must always be supported. أكو ملاحظة مهمة. خلينا نرجع للصورة. دائما ال mandibular lingual plate يكون supported by rest على ال adjacent teeth اللي من ال right ومن ال left. لازم بعوها هاي ال rest يكون supported by rest. Supported by rest from the right and left side. هاي الملاحظة المهمة. يكون supported by rest located no further posterior than the mesial fossa of the first premolar. يعني أني مي هاي الريست لازم تكون السبورت مالتي كل ما تكون قريبة من ال من ال من ال من اللينجوال بليت تكون أفضل. ما تتجاوز حدود الفوسة of the first الميزيال فوسة of the first premolar. لأن أني كل ما ابتعدت بعد رح أخسر السبورت اللي I needed for this type of major connector. كل ما يكون قريب كل ما يكون قريب أفضل position هو الميزيال surface ميزيال surface of the first premolar. Failure to provide this rest may result in pronounced rotation of the framework and labial displacement of the remaining anterior teeth. يعني أنا إذا ما سويت هاي الريست اللي دا تطي support للpartial denture مالتي رح يصير either عندي rotation of the framework. من صار rotation to the للframework رح يسوي لي trauma للsoft tissue أو شنو اللي راح يصير او يكون labial displacement of the remaining anterior teeth. يعني ال partial denture يسوي لها يقوم يدفع الاسنان الاماميه toward the labial. هالريست تعطي support تمنعه انه يدفع الاسنان الاماميه toward the labial او انه تمنع ايضا rotation of the framework. هاي من الميزات المهمة باللينجوال بليت. شنو الانديكيشن فور اتس يوز؟ احنا قلنا احنا باللينجوال بار لما تكون عندي سفيشنت سبيس على الاقل 8 او اكثر. اذا كان عندي اقل من 8 يعني ما راح اقدر اخلي 4 مليمتر سبيس فاني اسوي اروح للتايب الثاني اللي هو لينجو بليت. هنا اني اقدر احصل اللينث المناسب للميجر كونكتر مالتي بس راح اصعد الى حدودي للسنجلم of the anterior teeth او اللينجوال surface of the posterior teeth. فاذا كانت عندي insufficient space يعني less than 5 millimeter I should use lingual plate وما استعمل اللينجوال بار. In these instances in which the residual ridge in a class 1 arch have undergone such vertical resorption, horizontal rotation of the denture. هنا شو معناته؟ لما نكون عندنا بكلاس 1 مثلا والرج posteriorly very shallow يعني flat ridge فاني I need more support than the lingual bar. لما دا يصعد على الأسنان الأمامية دا I gain more support for my denture. فلما I have a flat ridge posteriorly I should use this type. ما رح استعمل اللينجوال بار رح استعمل اللينجو بليت اللي هو يعطيني more support لأن رح يصعد من من الفلور of the mouth يعبر الجنجفا ويروح على الأسنان ويوصل للسنجلم. فإذا رح يعطيني more support حتى أنا ما يصير عندي بريشر تو ماتش على الفلات ريج بوستيريرلي. وكل ما كان عندي مور فورس معناته أنا أتوقع يصير عندي مور ريزوربشن. فور يوزينج بيريودنتالي ويكند تيث سمتايم وي هاف أسنان أمامية وذ بيريودنتال ديزيز لكن يعني جريد 1 أو جريد 2. أنا أتوقع لما هذا التايب of the mandibular major connector راح يعطيها support للأسنان اللي بيها حركة بسيطة. أيضا إذا أنا على المستقبل أتوقع أنه هذا مو أدي بـ التوث الانتيرير بـ periodontal problem
بريودونتال بروبلم اني اتوقع انه مثلا البيشنت ما حافظ على نظافته ما انه راح يصير بي اكستراكشن على المستقبل. ما دام اني مسويه لينجو بليت بسهوله ورا ما يشلع المريض ويصير هيلينج اقدر اسوي له مثل الريبير واعوض هذا السن اذا كان مستعمله لينجو بليت مانديبولر ميجر كونكتر. لكن مثلا اذا مستعمله لينجوال بار ديفيكولت انه اني اسوي ريبير واضيف سن بهاي الاريا. فاذا لما اني عندي ويكند بيريودنتال تيث اني هذا التايب اوف مانديبولر ميجر كونكتر راح يعطيها مور سبورت يحافظ عليها اكثر. لكن اذا صار عندي اكستراكشن واتوقع انه يصير عندي اكستراكشن ويا بيريودنتال ديزيز فاني المفروض استعمل ذيس تايب. ليش؟ لان اني اتوقع انه بالمستقبل راح يصير اكستراكشن تو ذيس بيريودنتالي ويكند تيث بسهوله اسوي ريبير ويا اللينجوال بليت ويا اللينجوال بار فيري ديفيكولت تو دو ذيس لازم اسوي بارشال دنتشر انيو. التايب الثالث هو مانديبولر سبلينجوال بار. مانديبولر سبلينجوال بار هنا اذا تلاحظون الشيب مالته يشبه اللينجوال بار، لكن شنو هنا الانفيريور بوردر مالته الانفيريور او البالكيست بورشن لوكيتد تو ذا لينجوال باتجاه اللينجوال مو باتجاه الفلور اوف ذا ماوث، يكون باتجاه اللينجوال اند ذا تيبر بورشن توارد ذا ليبيال. يعني وكأنه ذاك مو كان قاعد بالطول، هذا وكأنه لينجوال بار لكن هوريزنتالي اكستندد ممتد بالعرض. البالكيست بورشن لللينجوال والسوبيريور بوردر توارد ذا ليبيال. The superior border of the part should be at least 3 millimeter from the free gingival margin. هذا هنا المسافة لازم تكون أيضا عندي 3 مليمتر from the superior border to the gingival margin. وعرفنا why I need this space. The inferior border is located at the height of the flow of the alveolar lingual sulcus. هذول كلهم كل الأنواع الـ inferior border لازم تكون ويا حدود الـ alveolar lingual sulcus اللي هو الـ floor of the mouth واللي هي تتحدد لما الـ patient يصعد الـ tongue مالته and touch the vermilion border of the upper lip. This necessitates a functional impression of the lingual vestibule to accurately register the height of the vestibule. هاي بنهاية المحاضرة راح نشرح شلون نحصل على functional impression حتى نعرف الـ height من اللينجوال سلكس إلى الجنجايفال مارجن. شنو الانديكيشن فور يوز ذا سب لينجوال بار شود بي يوزد فور مانديبولر موفبل بارشال دنتشر وير ذا هايت اوف ذا فلور اوف ذا ماوث ان ريليشن تو ذا فري جنجايفال مارجن ليس ذان 6 مليمتر. It may also be indicated whenever it is desirable to keep the free gingival margin of the remaining anterior teeth exposed and there is inadequate depth of the floor of the mouth to place the lingual bar. يعني أني ما عندي enough space حتى أقدر أستعمل اللينجوال بار. أني ما أريد أغطي الجنجايفال مارجن وأستعمل اللينجوال بليت. أني عندي الجنجايفال يجوز بيها تروم. ما أريد أسوي لها تروما أو فأستعمل this type of mandibular major connector. شنو الكونترا إنديكيشن؟ Remaining natural teeth severely tilted toward the lingual. إذا كانت الأسنان remaining teeth lingually tilted difficult إنه أني enter my denture in this type of major connector. فإذا كانت lingually inclined and can't use this type. التايب الرابع mandibular lingual bar
with continuous bar single and bar. هذا هنا شنو؟ بجزئين. الجزء الأسفل هو يشبه ال... يشبه السنجل يشبه يشبه اللينجوال بار ايضا البلك هالف بير شيب الانفيرير بوردر هي البلكيس بورشن والسوبيرير بوردر تيبر لكن شنو بي بهذا اللي يصحوا له كونتينيوس بار اللي هو عباره عن ستريب تقريبا اللينث مالته 3 مليمتر ويكون تيبرد فروم the superior and the inferior border حتى لا يتحسس اللسان هذا يكون من نانا من ال superior border ومن ال inferior border مالته tapered with the tooth surface هذا هنا راح يقعد على السنجلم of the anterior teeth وأيضا راح يأخذ ال scalloped shaped of the anterior teeth لأن راح يدخل بال interproximal area وايل هذا الجزء الثاني من عنده هذا يكون يشبه اللينجوال بار هو ده ياخذ صفات اللينجوال بار وده ياخذ صفات اللينجو بليت اوكي فالجزء الاسفل من عنده هو ايضا هالف بير شيب خلي كونفينشنلي شيبد اند لوكييتد سيم از لينجوال بار ميجر كونكتور ايضا لازم عندي تكون سبيس الثين نرو 3 مليمتر متل ستراب هذا هو لوكييتد اون سنجلا اوف انتيرير تيث وايضا سكالوب شيب لان دي فوت بالانتر بروكسيمال امبريجر اريا وذ انفيرير اند سوبيرير بوردر تيبر تو توث سيرفيس اللي هي هاي السوبيرير والانفيرير وماخذ السكالوب شيب مال الانتر بروكسيمال area of the anterior teeth الجزء الأسفل bulky portion to the inferior surface للفلور of the mouth و superior border tapered shape وأيضا half يكون يشبه نصف الكمثرة originate bilaterally from inside طبعا أيضا ما دام عندنا الجزء هذا على السنجلم فلازم يبدي يعني أو originate from rest either راح تكون اذا عندي بس اذا عندي مثلا بس missing four anterior teeth مع او تو يعني either الريست راح تكون على الانسايزل او اذا مثلا على الكناين على السنجلم او تكون على البري على الاكلوزال سيرفيس هاي الريست اللي دا تعطينا support to this part of major connector فالريست ضرورية مثل ما قلت لكم باللينجو بليت هو هنا أيضا عندنا ريست support the partial support this type of major connector هاي الريست either تكون incisal lingual or occlusal rest هاي هي الأنواع مال الريست إن شاء الله بعدين رح ناخذها أيضا في محاضرة منفصلة شنو الانديكيشن فور يوز when the lingual plate is indicated يعني هو ايضا يشبه اللينجوال بليت لكن but the axial alignment of the anterior teeth in such that excessive block out of interproximal undercut would be required يعني اني لما احتاج انه اني عندي interproximal area wide واحتاج اسوي لها excessive block out معناته أني ما أقدر أستعمل اللينجو بليت رح أروح أستعمل this type of major connector لما عندي وايد دايستما إذا استعملت طبعا هو يشبه اللينجو بليت كلش يشبه لكن إذا كانت الانتر بروكسيمال أندركات كلش كبيرة فأني ما أستعمل هذا إذا ما أستعمل اللينجو بليت أستعمل this type أيضا إذا كانت عندي دايستما يعني الأسنان بها فتحات بينات spaces between the إذا استعمل اللينجو بليت راح تكون aesthetically unacceptable by the patient لأن المتل راح يكون شو هذا إحنا دا نشتغل بمتل فالمتل راح يكون مبين aesthetically unaccepted by the patient لما استعمل this type of major connector ما استعمل اللينجو بليت هو قلنا مشابه الindication مالته لكن
بس هالنقطتين تفرق إذا كان عندي أحتاج excessive block out أو عندي diastema فأني أستعمل this type وما أستعمل اللينجو بليت. التايب الخامس اللي هو mandibular continuous bar single arm bar، هذا هنا بس الستراب موجود على السنجل arm، ماكو الجزء الأسفل. أوكي، فإذا شنو هذا الكاركترستيك and location؟ thin narrow 3 مليمتر نفس ذاك الستراب اللي حكينا عنه، metal strap located on the cingula of anterior teeth، وأيضا رح ياخذ scalloped shape between the interproximal area، inferior and superior border taper to the tooth surface، originate bilaterally. دائما تلاحظون ما دام عندي سنجلا، ما دام عندي سنجلا ستراب هنا على سنجلا بار، فأني I need rest على الرايت وعلى الليفت either incisal or lingual or occlusal rest of adjacent principal abutment. هاي هي الريست هنا، هاي وحدة وهاي وحدة، لازم اكو ريست على الرايت وعلى الليفت either incisal or lingual or occlusal in order to gain support، لان هذا يعتبر weak، هاي الاريا هذا الستراب يعتبر weak، هاي الريست هي اللي راح تعطي support من الابتمنت تيث. اوكي، فاذا احنا تلاحظون الاجزاء بدت تتشابه، السنجل هذا الستراب يتشابه كله نفس الشيء، واللينجوال الجزء اللي دا يصير باللينجوال ايضا يتشابه. زين، شنو الانديكيشن فور اتس يوز وين ا لينجوال بليت اور سب لينجوال بار از اذروايز انديكيتد but the axial alignment of the anterior teeth is such that need excessive block out of interproximal undercut would be required. نفس الانديكيشن مال الميجر كونكتر السابق. شنو الكونترا انديكيشن فور ذيس تايب؟ anterior teeth severely tilted to the lingual I can't use this type. when wide diastema that exist between the mandibular anterior teeth and the single lumbar would objectionably display metal in a frontal view. إذا عدي دايستما also I can't use this type. التايب السادس اللي هو والأخير mandibular labial bar، هذا هنا بمكان ما رح يكون الميجر كونكتر مالتي لللينجوال راح يصير بالبوكل او الليبيال سايد either هنا according to the missing teeth او يكون بالبوكل، هذا البوكل وهذا الليبيال. اوكي، ايضا هو هنا half pear shaped من الانفيرير بوردر وايضا tapered. اوكي، half pear shaped with bulkiest portion inferiorly located on the best on the labial or buccal surface or buccal surface of the mandible. Superior border taper to the soft tissue. أيضا نفس المواصفات. Superior border located at least 4 millimeter. Inferior to the labial. هنا أيضا راح يبتعد 4 millimeter from the gingival margin. لكن either buccally or labially. Okay. Superior border at least 4 millimeter. Inferior to the labial. And gingival margin and more if possible. من نفس المواصفات لكن كله راح تطلع labially or buccally. Inferior border located in the labial buccal vestibule at the junction of attached immobile and unattached mobile mucosa. هاي الأدنى attached gingiva و unattached gingiva، فهو إذن راح تكون الحد مالته الانفيرير border located in the labial buccal vestibule at the junction of the attached immobile and unattached immobile mucosa. هذا الحدود مالته inferiorly. Post superiorly لازم يكون away from the
جنجفه باي 4 مليمتر اور مور بيتر فور قلنا انه حتى احصل سبيس فور ايزي كليننج. Indication for the labial bar طبعا هو very less use لان objection اللب الظل تتحسس بيه التشيك الظل يتحسس بيه ال other types more used than this type لكن لما نعدي severe tori والمريض he can do surgical removal I use this type of major connector وأكو طبعا نوع منه يصحوا له swing lock هذا يصير مثل رزة الباب هاي تنفتح ومثل الرزة وتجي تقعد هنانة أوكي هاي لما تكون عندنا severe undercut anteriorly بحيث انه بصعوبة يفوت البارشيال دنشر فهاي ممكن انه تنفتح وممكن ان تنسد شلون رزة الباب فيصحوا لها swing long lock design removable partial denture represent as use a reusable modification of the labial bar. شنو الindication when lingual inclination of the remaining mandibular premolar and incisor teeth cannot be corrected preventing placement of conventional lingual bar راح اروح استعمل الليبيال بار when severe lingual tori cannot be removed and prevent use of a lingual bar or lingual plate major connector when severe and abrupt lingual tissue undercut make it impractical to use a lingual bar or a lingual plate major connector هاي الانديكيشن فور اتس يوزد إذا تلاحظون هاي هنا اللي هي مثل الرزة هاي تنفتح منها وشوف السبيس بين الميجر كونكتر وبين الجنجايفال مارجن هاي هنا فد إعادة بسيطة لريفيو اوف انديكيشن فور ا توث سبورتد ريموفابل بارشال دنتشر ذا لينجوال بار نورمالي از ذا مانديبولار ميجر كونكتر اوف تشويس هذا موستلي يوز When there is insufficient room between the floor of the mouth and the gingival margin, less than 8 mm, a lingual plate should be used. When the anterior teeth have reduced periodontal support and require stabilization, راح استعمل a lingual plate. When the anterior teeth exhibit reduced periodontal support and large interproximal spaces, lingual bar with continuous bar should be used. When a removable partial denture will replace all mandibular posterior teeth, a lingual plate should be used. هاي لما عندنا قلنا flat ridge و class 1 type major class type class type class 1 residual ridge. يعني بclass 1 I need more support. للresidual ridge فأني أستعمل اللينجو بليت labial bar is rarely indicated هنا أنا قلت لكم شلون إحنا دا نحكي كله إنه شلون أني لازم الدنشر مالتي يكون 8 العفو الفلور الهايت اوف ذا فلور من الفلور اوف ذا ماوث للجنجيفا دي 8 ملي زين شنو الطرق اللي مستعملة اللي أني أقدر أستعملها حتى أقدر أقيس هاي المسافة إذن how to determine the height of the floor of the mouth to locate inferior border of the lingual mandibular major connector عندنا two ways أو two method أول وحدة إنه أني أستعمل البريودنتال بروب هذا بتدريج فأني أخليه inside the patient mouth أقول له للpatient يرفع التنغ يطخ الفيرميليان border of the upper lip وأقيس المسافة الباقية from the floor of the mouth to the gingival margin بواسطة الperiodontal probe هاي طريقة الطريقة الثانية إنه أني أستعمل individualized impression tray أو يصحوا لها special tray لكن أخذ من اللينجوال border مالتها أقلل 3 مليمتر حتى يكون التنغ حر بحيث يتحرك بسهولة وأستعمل alginate impression material
أدخلها inside the patient mouth وأقول له للpatient أيضا يرفع التنغ ويطخ الفرميليان border of the upper lip. فأني رح أحصل على الكاست وهو بي يصحوا لها functional impression، يعني هاي الكاست اللي رح يطلع لي من هاي الامبريشن أني يصحوا لها functional، لأن من اللي حدد لي هل movement مال التنغ الفريلي movement دا يصعد يطخ الأبر ليب، فإذا دا يحدد لي ال remaining from the floor of the mouth gingival margin by functional impression technique. هاي إذا دا تلاحظون هذا البريودنتال بروب شلون دا يخليه بالفلور اوف ذا ماوث ويقيس التدرجات حده إلى الجنجايفال مارجن. إذا كان منا لهنا 8 مليمتر أنا أقدر أستعمل اللينجوال بار، ما عندي استعمل اللينجو بليت والعب مثل ما حكينا على بقية التايبس اوف ميجر كونكتر، او انه ياخذ بالالجينيت. واذا تلاحظون شلون دي يقيس، لان هذا فانكشنال يعني اعتمد على الفانكشن مال التانج ويقيس المسافة من هنا الى هنا. وشكرا لحسن الاستماع.